Please be seated. We will start in minutes. Uh, uh, good afternoon everyone we'll start in within minutes وأعزائنا المشاركين في المؤتمر الصحفي وفي مؤتمر التغطية الصحية الشاملة. في هذه النسخة من المؤتمر الصحفي التي تعقد بعد وقت طويل وجها لوجه بعد مدة طويلة من اللقاءات أونلاين. يسعدني أن أرحب بكم اليوم بمناسبة اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة وموعده 12 ديسمبر لكن بهذه المناسبة تعقد منظمة الصحة العالمية مؤتمرا لمدة أسبوع كامل من يبدأ من اليوم وينتهي يوم الخميس 15 ديسمبر تحت شعار بناء العالم الذي نصب إليه مستقبل صحي للجميع يشرفنا أن يكون معنا اليوم السادة المتحدثين الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط والذي يتواصل معنا عن بعد لظروف طارئة كما توجد معنا الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي للشرق المتوسط الدكتورة ثريا دليل مديرة البرنامج الخاص بالرعاية الصحية الأولية لمنظمة الصحة العالمية دكتور عوض مطرية مدير النظم الصحية والتغطية الصحية الشاملة في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط آه هذا المؤتمر الصحفي مع الوجود الشخصي لعدد من السادة الصحفيين والإعلاميين آه هو أيضا يبث آه عبر منصة الزوم للداخلين معنا والراغبين في من الإعلاميين في طرح أسئلتهم كما أنه يبث عبر منصاتنا المختلفه الفيسبوك وتويتر ويوتيوب باللغتين العربيه والانجليزيه، الترجمه متوفره باللغتين لمن يرغب في استخدامها. وسنبدا الان بالبيان الافتتاحي للمدير الاقليمي دكتور احمد المنظري. تفضل دكتور احمد. شكرا جزيلا منى. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي وجزاكم الله خير على الانضمام إلى هذه الإحاطة الدورية والتي يعني تتزامن حول أسبوع التغطية احتفالات المنظمة والدول أسبوع التغطية الشاملة و جدا أن الدكتور عوض الدكتور رانا والدكتور ثريا من جنيف انضمت إلينا كذلك يعني في هذه الإحاطة وتمنيات التوفيق بإذن الله للجميع إلى هذا الأسبوع الهام والمهم طبعا يسرني ان ارحب بكم في جلسه الاحاطه الصحفيه التي نعقدها اليوم احتفاء بيوم التغطيه الصحيه الشامله الذي يقام سنويا في 12 كانون الاول ديسمبر من كل عام ويعد يوم التغطيه الصحيه الشامله يوما رسميا من ايام الامم المتحده ويصادف الذكرى السنويه لاصدار قرار بالاجماع قبل سبع سنوات باعتماد التغطيه الصحيه الشامله بوصفها عنصرا اساسيا من عناصر التنميه الدوليه. ويقام يوم التغطية الصحية الشاملة هذا العام تحت شعار لنشيد العالم الذي نصبو إليه من أجل مستقبل ينعم فيها الجميع بالصحة ويتيح هذا اليوم المجال للدعوة إلى التغطية الصحية الشاملة والإشادة بالدور المهم الذي تطلع به الرعاية الصحية الأولية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان الأمن الصحي ويأتي احتفالنا هذا في توقيت حرج تسعى فيه البلدان إلى إعادة بناء نظمها الصحيه المتعطله جراء جائحه كوفيد 19 وتعني التغطيه الصحيه الشامله حصول جميع الافراد والمجتمعات على الخدمات الصحيه التي يحتاجون اليها من دون ان يعانوا ضائقه ماليه ويشمل ذلك جميع الخدمات الصحيه الاساسيه الجيده في جميع مراحل العمر بدءا من تعزيز الصحه وصولا الى الوقايه والعلاج اعاده التاهيل والرعايه الملطفه ويعني ذلك أيضاً جعل تلك الخدمات متاحة بسهولة لجميع المحتاجين إليها، وجعلها في متناولهم من الناحيتين الجغرافية والمالية. وتمثل جائحة كوفيد-19 والسرعات وتغير المناخ تحديات إضافية تواجه الجهود الرامية إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة في الوقت الحالي. فقد كشفت جائحة كوفيد-19 عما يعتري الأمنا الصحية والاجتماعية والاقتصادية من ضعف. ويشهد نصف بلدان الإقليم أيضا صراعات مثل أزمات إنسانية، فقد أبلغت ثمانية بلدان عن تفشي الكوليرا والإسهال المائي الحاد بها. وتؤدي الظواهر المناخية المتطرفة مثل الفيضانات في باكستان، والجفاف في القرن الأفريقي إلى حدوث موجة من الجوع الحاد والأزمات الصحية. وقد التزم كل بلد في الإقليم بتحقيق التغطية الصحية الشاملة. وتعهدت البلدان في عام 2015 بتحقيق التغطية الصحية الشاملة في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأقرت في عام 2018 إعلان صلالة بشأن التغطية الصحية الشاملة وإعلان أستانا بشأن الرعاية الصحية الأولية كما أن النهوض بالتغطية الصحية الشاملة يأتي في صميم رؤية منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط وهي الصحة للجميع وبالجميع إن الصحة حق أصيل من حقوق الإنسان تقع على عاتقنا جميعا مسؤولية الوفاة به وخلال جائحة كوفيد 19 استشعر الجميع الأفراد والمجتمعات والقطاع العام والخاص والمجتمع المدني وغيرهم أهمية التكاتف من أجل صون صحة مجتمعاتنا وتعزيزها وتعد الرعاية الصحية الأولية الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة لتقريب خدمات الصحة والعافية من الافراد والمجتمعات. وتعني اعادة توجيه النظم الصحية نحو نهج الرعاية الصحية الاولية المشاركة في العمل المتعدد القطاعات وضمان المشاركة المجتمعية، وزيادة الاتاحة المنصفة للخدمات الصحية الجيدة، وتعزيز وظائف الصحة العامة. وفي تشرين الاول اكتوبر من هذا العام اعتمدت اللجنة الاقليمية، وهي الهيئة الرئاسية الرائدة لمنظمة الصحة العالمية في اقليم شرق المتوسط سبع أولويات إقليمية للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة وضمان الأمن الصحي. ودعت جميع بلدان الإقليم إلى اتخاذ إجراءات في تلك المجالات ذات الأولوية. وتستضيف منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع اجتماعاً مهماً يلتقي فيه خبراء وشركاء وجهات مانحة من الإقليم ومن العالم. ومسؤولون من حكومات شتى في الإقليم للمشاركة في مجموعة من الأنشطة. وتؤكد هذه الأنشطة على نهج الرعاية الصحية الأولية باعتباره الركيزة الأولى لتعزيز النظم الصحية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي ونأمل أن نتكاتف معا من أجل تحديد أكثر النهوج المسندة بالبينات فعالية في ضوء الأولويات الأقليمية السبع لإعادة صياغة النظم الصحية وزيادة الاستثمار المالي في الصحة والعافية اجتماع الأقليمي فرصة مهمة للتحضير لاجتماع الأمم المتحدة الثاني الرفيع المستوى بشأن التغطية الصحية الشاملة المقرر عقده في نيويورك في أيلول سبتمبر 2023 بإذن الله ولكن الأهم من ذلك أنه خطوة أساسية في مسعانا الجماعي نحو بناء عالم يتمتع فيه الجميع في كل مكان بمستقبل صحي بإذن الله شكرا جزيلا منا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا دكتور أحمد المنظري على هذا البيان الوافي، والآن اسمحوا لي أن نبدأ بفتح المجال للأسئلة للساده المتحدثين وأبدأ بسؤال القاعة، لدينا أسئلة تلقيناها من قبل ولكن أبدأ بسؤال القاعة إذا كان لديكم أسئلة تودون طرحها للمتحدثين. ارجو استخدام المايك مروه صالح بوابة اخبار اليوم انا كنت عايزه اسال على التغيرات المناخيه هتبقى تحدي كبير جدا بالنسبه لل الوصول للتغطية الصحية الشاملة في البلدان الإقليم وإحنا في تحدي كبير وصل إن يعني في ثمان دول فيها كوليرا دلوقتي فالتحدي ده بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية هيتم التعامل معاه إزاي والبلدان اللي فيها مشاكل هتتعامل برضو مع الأزمة دي إزاي في الفترة القادمة وبرضو ايه مخططكم ان احنا الطيارات المناخيه دي ما تاثرش على باقي الدول في الاقليم يعني في الاوبئه اللي هتظهر من خلال شكرا استاذه مروه شكرا جزيلا آه من من الساده الدكتوره رنا تفضلي شكرا مدام مروه على السؤال طبعا التغيرات التغيير المناخي هي من الازمات الاساسيه بالوقت الحالي عم بن نحاول نتعامل معها نحن عنا في المنطقة السنة الماضية الشهر الماضي اكشلي كان في الكوب 27 بشرم الشيخ والسنه الجاي كمان حيكون الكوب 28 بي… كمان عندنا في المنطقه بدبي بقى نحن بين مؤتمرين كبير للتغير المناخي وتاثيراته على كل المجالات طبعا مجال الصحه في الماضي مكان يعني ما كانش من الأوليات بمؤتمرات المؤتمرات المناخيه ولكن بي طبعا بدعم كبير من المنظمه احنا حاولنا ادخال المجال الصحي وتاثير المناخ على الصحه بكل هذه المؤتمرات كان موجود بالكوب 27 وان شاء الله السنه الجايه عم نشتغل مع مع دولة الإمارات العربية لتركيز أهمية الصحة للتعامل مع التغيرات المناخية عندنا في المنطقة مثلا مثل ما تفضلتي عندنا اوريدي مثلا فيضانات غير يعني الفيضانات اللي حصلت بباكستان مثلا اثرت كثير على الانظمه الصحيه يعني صار في تعطيل اصلا للانظمه الصحيه بقسم كبير من باكستان باكستان مثل ما تعرفه هي من اكبر دول المنطقه بنفس الوقت عندنا دول زي مثلا الصومال اللي بتعاني من جفاف شديد جدا اللي عم بياثر كمان على الامن الغذائي واللي بالوقت الحالي نحن في ازمه غذائيه كبيره بالصومال وكمان عم نتهيأ ليكون عندهم يعني مجاعه للاسف ان شاء الله ما بنوصل للمرحله اللي بنوصل لها الازمه بالنسبه للمنظمه نحن عم في استراتيجيات معينه بالذات لتحاول التعامل مع هذه التغيرات المناخيه ولكن المهم جدا هو الالتزام من قبل الدول بتطبيق هذه الاستراتيجيات والتاكد من جهوزيه الدول لمقاومه التغيرات المناخيه وتاثيرها مش بس على الصحه ولكن على مجالات عديده يعني مثلا مثل ما ذكرتي الكوليرا مش مش بس هي من من يعني نتائج التغيرات المناخية الكوليرا هي دليل على ضعف الأنظمة الصحية عندنا انتشار وباء الكوليرا بالمنطقة بالوقت الحالي عنا 8 دول بالشرق المتوسط يلي هي منتشر فيها وباء الكوليرا آخر فترة بالإضافة للست دول يلي كان فيها المرض متوطن وباء الكوليرا بلبنان وسوريا هذا كان دليل خطير جدا لأنه هو كان دليل على انهيار البنية التحتية مش مش بس الصحية، ولكن كل له علاقة بنظافة المياه وتأمين المياه النظيفة والخدمات للمواطنين. بقى النقطة اللي بحب كمان أكد عليها بهذا السياق أنه الـ الـ

Over a multi-sectoral domain and approach, with that we can address climate change. Thank you very much indeed. Thank you, Dr. Rana, and if you would. Before the press conference, I would like to turn Dr. Suraya Dalil. Dr. Suraya, the question says that the world and countries in the Middle East are suffering from the current economic crisis and from conflicts. وهذا يؤثر بالتاكيد ويضع اعباء على المن على النظم الصحيه وتوفير المخصصات الماليه للقيام بدورها. السؤال هل المنظمة دور في دعم دول شرق المتوسط لمساعدتها في الوفاء بمتطلبات تعزيز النظم الصحية وما هي أشكال الدعم السؤال من مصطفى حجاج من آخر الأنبياء <applause> السلام عليكم وبسم الله الرحمن الرحيم طابت ظاهرتكم سيدات والسادة شكرا على هذه الفرصة وإتاحة هذه الفرصة لي هنا وشكرا على دعوتي للتغطية الصحية الشاملة وهذا الأسبوع واحتفالاته فيما يتعلق بالتغطية الصحية الشاملة وما تقوم به منظمة الصحة العالمية أقول لكم إن منظمة الصحة العالمية حاضرة في بلدان إقليم شرق المتوسط بوضوح ودورها واضح ولها عاملين وموظفين ودعم تقني يقدم على اساس يومي على مستوى صياغه السياسات وكذا على مستوى الاستجابه ومستوى العمليات واود كذلك ان اقول ان منظمه الصحه العالميه انما هي منظمه تقنيه متخصصه ودورها سواء في المقر او في المكاتب الاقليميه او في المكاتب القطريه انما هو يتعلق بتقديم الدعم التقني العملي لوزارات الصحه في رحلتهم صوب تحقيق التغطيه الصحيه الشامله وهذا يعني عده امور وسياقات مختلفه وبمرور الوقت على سبيل المثال في تصميم حزم للفوائد والمنافع وكذا في تعديل هذه الحزم التي تقدم منافع وفوائد وكذا في تقديم المساعدات في حالات التنميه وكذا التطوير التغطيه الصحيه الشامله والرعايه الصحيه الاوليه وفي مجال التدريب وبناء القدرات. واعتقد ان هذا مجال اشتركت فيه منظمه الصحه العالميه بشكل كبير على مدار 75 عاما وتبلغ منظمه الصحه العالميه 75 عاما من العام المقبل وكانت حاضره في العديد من بلدان العالم. وعليه فان منظمه الصحه العالميه كذلك لديها شبكه متشعبة من المراكز المتعاونة معها وتعمل مع الدوائر الأكاديمية وتعمل مع الدوائر دوائر المفكرين في مجال الصحة وفي المجال التقنية والتي تختلف ربما تشمل التغطية الصحية الشاملة والتعامل مع الطوارئ والأمن الصحي وكذا محددات الصحة بالإضافة إلى عبء الأمراض عليه فمن الاهميه بما كان وبينما نحن نخرج من براثن جائحه كوفيد 19 فان البلدان ووزارات الصحه تطالع الدروس المستفاده من جراء كوفيد 19 وكيف ان تشغل نظم الصحه التي ينبغي ان ان تلبي احتياجات السكان في اوقات السراء والضراء واوقات الصحه واوقات الامراض وكذلك مبادئ التغطية الصحية الشاملة، العدالة، مشاركة المجتمع، كل هذا للتعامل مع هذه المعضلات والمشكلات. أود كذلك أن أضيف إلى ما قالته الدكتورة رنا الحجة فيما يتعلق بالتغيرات البيئية وأجندة التغيرات البيئية والتغيرات المناخية ألا وهي أن الصحة ينبغي أن تكون جزءاً من الخطط الوطنية السعية لتناول أجندة التغيرات البيئية والتغيرات المناخية، نحن نخفف في او نشترك في تدابير التخفيف الآثار وفي كذلك تدابير التكيف مثلا المرافق الصحية ال ال التي تتجنب وتخفف من استخدام الوقود الأحفوري في المرافق الصحية سواء كان ذلك من خلال تنظيف المستشفيات أو غيرها. وكذا نراعي مساله سلاسل الامدادات ينبغي ان تتحلي بالفاعليه والكفاءه قدر الاستطاعه وينبغي كذلك ان تستعن بالمواد المحليه والانتاج المحلي بحيث نوفر من او نخفف من اثار الكربون كذلك فيما يتعلق بالرعايه الصحيه الاوليه فهي تتعامل مع عبء مضاعف فيما يتعلق بالتغيرات المناخيه وهذا السيناريو لانهم يواجهون تحديات كبيره على مستوى الرعايه الصحيه الاوليه فيما يتعلق بالكوليرا والامراض المحموله بالماء وكذا الجفاف والامن الغذائي وسوء التغذيه وكذلك فيما يتعلق بعبء اخر مثل زياده ازمات الغذاء او مثلا تحرك الموظفين او هجره الموظفين والعاملين وعليه فالرعايه الصحيه الاوليه تواجه تحديات متعدده في هذا السياق اود كذلك ان اضيف الى ان السكان من الشباب لهم دور محوري فيما يتعلق بالاجنده البيئيه هذا الاقليم ثري وزاخر بالشباب والسكان من الشباب والذين هم صوت احداث التغيير وصوت تخفيف اثار المناخيه والتكيف بالاضافه الى الدوائر الاكاديميه والطلاب والجامعات الطبيه والكليات الطب والمؤسسات العامه لها دور في تبني اجنده البحوث في مجال التغيرات المناخيه ان السكان لديهم توقعات فيما يتعلق بالتغيرات المناخيه وينبغي تلبيتها شكرا جزيلا. أه. قدم نفسك رجاءً قبل طرح السؤال. Thank okay, you very much indeed. My name is Minam Youssef. I am a senior broadcaster from RTU. My question to uh, Dr. Uh, Thraya. Uh, what about the protective program here in Egypt about uh, or against uh, monkey pups here especially actually there is a case has appeared in Egypt. Thank you. اعتقد ان الدكتوره رنا قد تجيب على هذا السؤال. Yes شكرا uh, uh, Thank you very much على السؤال uh, بالنسبة للمونكي بوكس uh, طبعاً في حالة في مصر ولكن عدد الحالات بشكل عام عندنا في المنطقة بالوقت الحالي أقل من 100 حالة بالضبط عندنا uh, 78 cases 78 حالة من 10 دول عندنا في الإقليم ونعتبر من المناطق يلي نسبة الوباء فيها ضعيفة جدا وحتى ما في دليل إنه في تزايد وهيدا وهيدا يعني دليل دليل كويس ولكن اللي هو اهم انه الاوبئه ان كان المونكي بوكس ولا الكوفيد ولا الاوبئه الثانيه حتظلها عم تظهر نحن بوقت الامراض خاصه الامراض الجرثوميه والجراثيم عم تتحول بشكل دائم ومستمر ولازم يكون عندنا نحن استعداديه وجهوزيه لمكافحه هذه الاوبئه لما بتظهر، اولا نحن بحاجه لانظمه صحيه طبعا تكون قويه جدا، بحاجه لانظمه ترصد لمختبرات لقوه عامله فاعله تقدر تواجه هذه الاوبئه ونقدر يعني يعني نقدر نلقطها من اولها ونقدر نقدر نستجيب لها بسرعه بسرعه يعني وبفعاليه اكثر سو so, يعني مونكي بوكس هيدا واحد من من اخر الاوبئه يلي وان شاء الله بالوقت الحالي قدرنا يعني سيطرنا عليه نسبيا بسرعه كل اكثريه الحالات يلي بالوقت الحالي بالعالم عم تجي من منطقتين يلي هي من منطقه الدول الامريكيه والدول الاوروبيه ولكن لازم نحن بشكل عام نكون متحضرين لكل الامراض الجرثوميه ولكل كمان الطوارئ الثانيه ان كان البيئيه ولا غيرها اللي ممكن ممكن تحصل عنا بالمنطقه. شكرا دكتوره رنا وقبل ان افتح المجال لسؤال اخر ادعو دكتور احمد المنظري لطرح تعليقه تفضل دكتور احمد. جزاك الله خيرا منى فقط اضافه الى ما اجابت عليه الدكتوره رنا والدكتوره ثريا حول دعم المنظمه يعني فيما يخص التغيرات المناخيه الحاصله في العالم. هذه طبعا هي تغيرات متوقعات الحصول بسبب ما يعني تعانيه او يعانيه كوكب الارض ولكن اعطي مثال على تحرك المنظمه من حيث يعني تطبيق عملي لمختلف النهج والسياسات التي يعني تبنيها المنظمه مع الدول. فعلى سبيل المثال لما حصلت الفيضانات في باكستان آه المنظمه كانت ولله الحمد ان آه لم تكن الاولى كانت من اوائل المنظمات الامميه التي تحركت بكل قوه من اجل توفير الاحتياجات الاساسيه والموارد آه لباكستان والحكومه الباكستانيه فتم توفير ولله الحمد المستلزمات الطبيه كادويه ومستلزمات طبيه اخرى تم توفير العيادات المتنقله آه وتوفير كذلك عيادات آه توليد او وحدات توليد متنقله انا كنت الاسبوع الماضي في باكستان يعني وسلمنا ما يقارب من وحدتي توليد متحرك لوزير الصحه من اجل استخدامها في المناطق التي عانت من الفيضانات تم تسليم كذلك سيارات وحدات متنقله للعيادات سيارات اسعاف كذلك موتور يعني من اجل نقل العينات بين المناطق المتضرره التي لا تصل اليها السياره يعني آه وتم تحريك موارد من جنيف بالاتفاق مع المدير العام خلال ايام بسيطه يعني ولله الحمد استخدمت لشراء هذه الاحتياجات في باكستان. تم ايفاد فريق آه متخصص عالي المستوى من جنيف ومن المكتب الاقليمي. وعاين يعني حجم الكارثه على ارض الواقع وتقدم بعديد من الاصلاحات يعني او او, أو النصائح من اجل التعامل مع هذه الجائحه. قمنا بالكثير من حملات التطعيم لضمان عدم ظهور الاوبئه والامراض ما بين الناس او السكان في تلك المناطق. في الجانب الاخر كما ذكرنا يعني موجه الجفاف التي ضربت القرن الافريقي وبالاخص الصومال في بعض مناطق من الصومال تم ولله الحمد كذلك اتباع نفس النهج. تم تحريك المنظمه بمستوياتها ثلاثه تحريك مواردها وتشكيل فريق متخصص بالتعاون مع الهيئات المنظمات الامميه والداعمين وخاطبنا جميع الدول الداعمه رسميا سواء من المكتب الاقليمي او من جنيف بتقديم هذا الدعم كما هو حصل لباكستان فهناك ولله الحمد يعني المنظمه يعني من اوائل المنظمات او ان لم تكن الاولى كما ذكرت للتحرك في مثل هذه الطوارئ من اجل ضمان حصول الجميع على خدمات صحيه تحميهم باذن الله من مختلف الامراض والاوبئه. شكرا جزيلا شكرا دكتور احمد المنظري واعد وادعو الساده الحضور لاغلاق هواتفهم رجاء تفضل تفضل بطرح السؤال السلام عليكم حازم بد جريده الشرق الاوسط كان ليا سؤال الاول بخصوص ال... دلوقتي في اكثر من دول زي بريطانيا والاتحاد الاوروبي وامريكا عندهم مشكله مع الفيروس التنفسي المخلوي عندهم العادات الزائده فكنت عايز اعرف يعني بالنسبه لمنطقه الإقليم الشرق المتوسط الوضع في الوضع الوبائي فيما يتعلق بهذا الفيروس ايه السؤال الثاني يتعلق بيه برده البكتيريا المكونات العقدية المجموعه ألف اللي هي ستريب ايه دي برده في مشكله في الدول الاتحاد الاوروبي كبيره جدا بخصوص هذه البكتيريا اللي بيسموها حتى بكتيريا الشتاء يعني هي بتنشط في الشتاء عايز أعرف برضو أنا ما شفتش إن المنظمة في إقليم شرق المتوسط تابعت هذا الموضوع أو دتنا أي إحصائيات بخصوص هذا الموضوع يعني هل في برضو بنشهد في المنطقة أي ظهور غير طبيعي او غير معتاد للبكتيريا دي في فصل الشتاء ولا لا؟ شكرا جزيلا لا. شكرا استاذ حازم وارجو فقط من الساده الصحفيين مراعاه موضوع المؤتمر الصحفي، يعني فلنجمع بين هذا وذاك بس الموضوع الاصلي هو التغطيه الصحيه الشامله. تفضلي دكتورة كان اوكي okay. شكرا كثير استاذ حازم باي انا كنت حابه بس اقول اني انا مبسوطه جدا اليوم اني اتعرف على حضراتكم لانه بقى لنا ثلاث سنين ونحن بنتعامل مع كل الزملاء الصحفيين اونلاين بقى فرصة فرصة سعيدة. طبعا مثل ما ذكرت مدام منى نحن بموضوع التغطية الصحية الشاملة ولكن أنا حجاوب بسرعة على موضوع الار اس في بعتقد اللي كنت عم تتكلم عليه حضرتك ريسبيراتوري سنسيشال فيروس والجروب اي ستراب الار اس في هو يعني فيروس موسمي سيزونال وعاده بيجي يعني بالفئات العمريه اللي هي بتتاثر فيه اكثر شيء هم الاطفال جدا خاصه الرضع والفئات والناس المسنين الكبار بالعمر والسنه دي في وباء بشكل عالمي يعني هي كل هيدي الفيروسات إن كان الانفلونزا ولا غيرها بتجي بشكل موسمي سنه يمكن يكون عندك موسم شديد السنه اللي بعدها بيكون اخف مشان هيك لازم نكون متحضرين بالنسبه للمنطقه نحن طبعا يعني هيدي من الاشياء اللي تعلمناها او استفدنا منها من الكوفيد انه عززنا بشكل ضخم عززنا القدرة المختبرات بالمنطقه نحن بالوقت الحالي 22 دوله اللي عنا بالاقليم قادره تقوم بالفحص الـ الفحص الجيني او المولكيولر يلي بخليها تقدر تعمل هيدا التشخيص عم بنحاول نعمل بالوقت الحالي ترصد لموضوع الار اس بعد لهلا ما عندنا كثير البيانات يعني البيانات يلي بتقول انه نحن نسبه الوباء عندنا مثلا مثل مثل امريكا، امريكا المستشفيات كانت عم بتعاني من حتى نقص بعدد الاسره ولكن نحن عم نتابع هذا الموضوع ولازم الدول يعني الرساله المهمه هون انه تقويه المختبرات بشكل انه دائما تقدر تستبق الموضوع يعني نقدر نلاقي الوباء اول ما يطلع وهيدا انا بحب بس اعطي الكلام لزميلي دكتور عوض لانه هيدا اهميه الانظمه الصحيه بشكل متكامل هي مش بس للتغطيه الصحيه الشامله ولكن للامن الصحي بقى انا حجاوب بسرعه على الجروب اي ستراب جروب اي هي بكتيريا مش فيروس وهي كمان هي مرض يعني بقاله من الوفات سنين بيحصل بالاطفال بيعمل التهاب اجمالا باللوز و وبيعمل كمان التهاب بالدم لو لو انترك فتره يعني ليصير خطير وهذا الشيء نحن بنتابعه ولكن انا بحب اذكر مثلا انه الترصد بالنسبه لل الجرثومات البكتيريه بالذات هو ضعيف عندنا بالمنطقه لانه الناس كلها بتاخذ انتبايوتكس قبل ما تروح المستشفى وهذا الشيء بياثر على قدرتنا على زرع هذه العينات ولكن نفس الرساله اللي هي لزوم تقوية الترصد والمختبرات بالوقت الحالي ما عندنا أي دليل بيقول أنه في مثلا وباء من الجروب إستراب هي مرض بيحصل خاصة فترة الشتاء عند الأطفال مثل مثل أي سنة وبليز عود تفضل بالنسبة للهيلث سيستم شكرا شكرا جزيلا دكتور رنا وشكرا جزيلا على التساؤلات. على ما اعتقد في نقطة مشتركة ما بين الأسئلة المختلفة اللي طرحوها زملائنا الصحفيين اللي هي متعلقة بشكل أساسي بالوبائيات والجائحة والأمراض والأمراض المعدية لأنه كل شيء الموجود على السطح واللي إحنا عمالنا بنشوفه وهذا السبب بيخلي إنه في عنا تخوف منه وفي عنا اهتمام بهذا في هذا الموضوع. لكن من وجهه نظر نظم صحيه، انا مدير النظم الصحيه في المكتب الاقليمي الشرق المتوسط، من وجهه نظر النظم الصحيه احنا بنقول انه الشيء الامثل للامام انه نجهز النظم الصحيه الخاصه فينا بحيث انها تكون نظم متينه مرنه تستطيع ان تواجه الطوارئ، تستطيع ان تواجه الجائحات الوبائية، وبنفس الوقت تساعدنا في تحقيق هدف التغطيه الصحيه الشامله، ولهذا السبب احنا اخترنا ك كمحرك لعملنا في المنظمه الصحه العالميه هي اعاده بناء النظم الصحيه على اساس الرعايه الصحيه الاوليه زميلتنا الدكتوره ثريا دليل معنا بتقود برنامج الرعايه الصحيه الاوليه على المستوى العالمي لمنظمة الصحه العالميه فاحنا بدنا نظم صحيه مبنيه على اساسيات الرعايه الصحيه الاوليه والتي تساعدنا في تحقيق هدف التغطيه الصحيه الشامله وايضا الامن الوبائي وواحد من الدروس المستفاده الكبيره من الجائحه انه تحقيق الامن الامن الصحي يجب ان يكون الخطوه الاولى او حتى نرمز لها بالخطوه رقم صفر من التغطيه الصحيه الشامله، فنحن يجب ان نقوم على حمايه الافراد والمجتمعات من الوبائيات ومن الامراض المعديه، ونفس الوقت نقوم ببناء الاساسيات لمنظومه صحيه تساعد جميع الافراد والمجتمعات بالوصول للخدمات الصحيه التي هم بحاجه اليها بجوده جيده وبنفس الوقت تحقق ما نسميه بالحماية المالية حيث أنهم لا يتفكروا نتيجة لاحتياجهم للدفع للخدمات الصحية وكانت هذه عبارة عن الأجندة التي تم طرحها في اللجنة الإقليمية الأخيرة في اجتماع اللجنة الإقليمية الاجتماع الوزاري السنوي وطرحنا من خلالها سبع اولويات للدول لاخذها بعين الاعتبار في بناء نظمها الصحيه، شكرا جزيلا. منى بس بحب أضيف نقطه كمان مهمه يعني بنطاق الرعايه الصحيه الاوليه بس كمثال عملي انه مثلا العنايه الرعايه الصحيه الاوليه هي مش بس الرعايه العلاجيه هي الرعايه كمان الوقائيه ومن ضمن البرايمري هيلث كير او الرعايه الصحيه الاوليه هي انظمه التحصين في في كل بلد يعني التحصين الوطني او برامج التحصين هي كمان مشموله تحت الرعايه الصحيه الاوليه لما نحن بنعزز الرعايه الصحيه عم بنعزز التحصين اللي هو من من اهم البرامج للوقايه من كثير امراض زي الانفلونزا وغيرها بقى هيدا كمان نقطة مهمة بس حتى يعني نربط بين الرعاية الصحية الأولية هي مش مش منفصلة عن الخدمات الأساسية اللي مفروض تتقدم لكل الشرائح السكانية يعني هيدا كمان فرصة لأذكر بأهمية تحسين ضد الإنفلونزا يعني نحن لو مزبوط فعلا عم نتبع الأنظمة الوقائية مفروض نقدر نتفادى مثلا أمراض اللي هي ممكن واحد يتفاداها عن طريق تحصين زي المرض الانفلونزا الموسمي شكرا شكرا جزيلا دكتوره رنا و أفضل. أنا أحمد سعد من جريدة الأخبار، أنا عندي سؤال خاص خلال العام الماضي وضعت المنظمة أهداف للتغطية الصحية الشاملة، كم حققتوا من هذه الأهداف وما التحديات التي واجهتكم؟ الخطة الجديدة اللي أنت هتحط فيها أهداف جديدة، تاني سؤال ليا هل يتم اعتبار كوفيد حاليا مرض متوطن مزمن عادي وليس جائحة أم لا؟ ومتى يتم اتخاذ هذا القرار؟ شكرا استاذ احمد دكتور عوض هل ترغب في يعني الاجابه السؤال على السؤال, السؤال الاول؟ الجزء الاول او التساؤل الاول وبعدين زملائي الدكتور رنا والدكتوره ريا ممكن نضيفه على النقطه الثانيه. بالنسبه لاهداف التغطيه الصحيه الشامله احنا يجب ان ناخذ بعين الاعتبار أن التغطيه الصحيه الشامله تم اقرارها ضمن اهداف التنميه المستدامه. اللي اتفقت عليها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يعني 194 دولة في الأمم المتحدة اتفقوا على تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة في سنة 2030 فهمنا لموضوع التغطية الصحية الشاملة مهم جدا لأنه في بعض الأحيان نخزل مفهوم التغطية الصحية الشاملة إلى التأمين الصحي التغطية الصحية الشاملة أكبر من مفهوم التأمين الصحي نعني بالتغطية الصحية الشاملة أن جميع الأفراد يستطيع والمجتمعات ايضا حتى نشمل ما ذكرته الدكتوره رنا الصحه العامه والصحه الوقائيه والصحه الترويجيه جميع الافراد والمجتمعات يستطيعوا ان يحصلوا على الخدمات الصحيه التي هم بحاجه اليها بجوده جيده نفس الوقت يكون عندهم الحمايه الماليه عند استخدام هذه هذه الخدمات فالهدف انه جميع الافراد يحصلوا على هذا الكلام في سنه 2030 طبعا هنالك صعوبات وهنالك تحديات كبيره وللاسف الجائحه رجعتنا الى الخلف يعني كانت احنا احنا كل كل عامين بنصدر التقرير العالمي للتغطيه الصحيه الشامله اصدرنا التقرير الاخير يوم 12 ديسمبر 2021 كان لنا احتفال اخر في دبي ضمن دبي اكسبو وبين التقرير في 12 12 12 2021 انه احنا عمالنا بنتقدم باتجاه تغطية بالخدمات معنى الوصول للخدمات وهو المؤشر 3.8.1 من مؤشرات التنمية المستدامة ولكن في عنا تراجع بالحماية المالية فالناس عمالهم بيحصلوا على الخدمات لكن بينفقوا مبالغ طائلة للحصول على هذه الخدمات ونقدر أنه في إقليمنا للأسف واحد من كل 8 أفراد يعانون بما, بما نسميه بالمصاريف الكارثية 12.5% واحد من كل 8 أفراد ينفقوا أكثر من 10% من دخلهم بشكل مباشر عند احتياجهم للخدمات الصحية المؤشر المتعلق بالوصول للخدمات فيه تحسن لكنه تحسن بطيء في تقرير رح نصدره ان شاء الله نعم عليه حاليا في شهر سبتمبر 2023 وبمناسبه الاجتماع الثاني اللي ذكره الدكتور احمد المنظري في تعليقه الاجتماع الثاني العالمي للتغطيه الصحيه الشامله سيشير انه خلال فتره الجائحه حصل تراجع ايضا في الوصول للخدمات فعندنا تراجع في الوصول وعندنا تراجع في الحمايه الماليه اللي هم المؤشرين للتغطيه الصحيه الشامله عشان هيك احنا عملنا بنعقد هذا الاجتماع وبن بنخاطب المسؤولين على اعلى مستوى يعني في اجتماع اللجنه الاقليميه خاطبنا وزراء الصحه في الاجتماعات المختلفه اللي الدكتور احمد منظري دكتور رنا دكتورة سوريا مع رؤساء الدول بنخاطب رؤساء الدول اهميه تعزيز الاستثمار بالصحه انا في مجال تخصص الاساسي هو في الاقتصاد الصحي كنا دائما بنقول انه في ناحيه الاقتصاد الصحي انه الاستثمار في الصحه هو استثمار وليس انفاق وفي اي فرصه كانت يعني احصل عليها لمناقشه مع وزير ماليه اركز على هذه الكلمه اللي بينته الجائحه انه ليس فقط الصحه هو عنصر استثمار في في العنصر البشري لكن بدون الصحه لا يوجد تنميه كل كل القطاعات المختلفه توقفت عن العمل بسبب مرض بسبب جائحه بسبب بسبب عدوى فهذا هي فرصة لإنك كعاملين صحيين انه نحط الصحة عالي في السياسات الدولة في السياسات الحكومية، بدون ما هذا الكلام ما عمرنا راح نتوقع انه يكون في تحسن في الوضع الصحي، سواء تغطية صحية شاملة، سواء وقاية من الأمراض، سواء تحسين الوضع الصحي، سواء زيادة المتوقع العمر للأفراد، فهذا هو النقطة الأساسية، نضع الصحة في الأول وبعدها نعزز الاستثمار، لا تكون فقط كلام انه الكلام يجب ان يكون مش مش يعني مرفق بزياده استثمارات من العوائد العامه للدوله علشان نحسن من وصول الخدمات بالجوده الجاية والحمايه الماليه شكرا شكرا دكتور عوض دكتوره سورية تفضلي ثم دكتوره رن ثانك يو ثانك يو اند السادة الزملاء بالامس كان العاشر من ديسمبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان مر عليه 74 عاماً والذي أوقع عام 1948 في جمعية العمل الأمم المتحدة ويقول الإعلان أن كل البشر كل إنسان في العالم لابد أن يحصل على الصحة وأن الصحة حق أصيل من حقوق الإنسان العديد من بلدان هذا الاقليم في هذا الوقت منذ 74 عاما دعمت وأيدت هذا الإعلان الكثير من البلدان والدول الاسلاميه بما فيها بلادي انا من افغانستان افغانستان منذ 74 عاما مثلها مثل العديد من بلدان الاقليم دعمت وأيدت الاعلان العالمي لحقوق الانسان في هذا الزمن 48 دوله فقط كانت تراعي هذا الاعلان والامم المتحده كان بها 58 عضوا فقط ما احاول قوله هنا انه في هذا الاقليم من الناحيه التاريخيه الاعلان العالمي لحقوق الانسان والصحه باعتبارها حق اصيل من حقوق الانسان لها تاريخ وان اسلافنا كان كانوا يؤمنون بها حسنا لماذا الأمر مهم؟ هذه ليست المرة الأولى أن نرى ذلك في منظمة الصحة العالمية الصحة هي حق أصيل من حقوق الإنسان ولكنها تقدم الآن المنظمة السردية جديدة تحاول تغيير السياسات والبرامج وتغيير الرؤى نحن ننظر إلى الخدمات الصحية والرعاية الصحية ليس باعتبارها ميزة ولكن واجب ومسؤولية نحن لا نراها باعتبارها ميزه تقدم للاخرين ولكنها باعتبارها واجب ومسؤوليه يتقاسمها الدوله والمواطنون وهي جزء من العقد الاجتماعي بين الدوله والمواطنين وهنا لا بد من تموضع الصحه وتفعيلها وتمويل الصحه وتصميم التامين الصحي، هذا مفهوم مختلف تماما، تغير تغيرا جذريا، اشدد على هذه النقطة. بالامس الاعلان العملي لحقوق الانسان مر علي 74 عاما، غدا الثاني عشر من ديسمبر اليوم العالمي للتغطية الشاملة، هناك صلة وارتباط بين الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتغطية الصحية الشاملة وال التغطية الصحية الشمالية بالتعريف معناها انها شاملة عالمية تعني الجميع في كل مكان في كل عمر بغض النظر عن الدخل، بغض النظر عن التعليم الموقع عن الوضع او الخلفية الاقتصادية والسياسية، بغض النظر عن الرأي السياسي، بغض النظر عن العرقية والدين. لابد لكل فرد ان يحصل عليها، هذه الصحه تعني النهوض بها الوقاية، الحمايه، العلاج، اعاده التاهيل والرعايه التلطيفيه طوال فتره حياه الانسان، وهذا الامر في بالغ الاهميه، حينما ننظر الامر من هذه الرؤيه نرى الانصاف المساواه والعداله والانصاف ولقد تعلمنا اثناء جائحه كوفيد 19 ان الانصاف لا يمكن ان ينتظر، نحن بحاجه ان ناخذ في اعتبارنا السكان المهمشين وحصولهم على الخدمات من منظور مختلف هذا ما اؤكد عليه. حسنا رسالتي للساده ممثلي الاعلام الاعزاء ما نستخلصه من هذا الاجتماع ثلاثه كلمات تبدا بالآي كما قال الدكتور الرنا؟ ودكتور عواد مطاريه قال ومعالي الدكتور احمد المنظر انفستمنت او الاستثمار في النظام الصحي الاستثمار في النظام الصحي النظام الصحي لا يمكن ابدا ان يكون القطاع الاقل استثمارا في كنت وزيره صحه في افغانستان من قبل كل مره كنت اقدم موازنه الوزاره الصحيه كان دائما وزير الماليه يقول أنت دائما تطلبين أموال أكثر لماذا تحتاجين إلى المزيد من الموازدة؟ نعم لأنها استثمار وليست تكلفة كما قال دكتور مطارية وأيضا تغيير كامل في الرؤى ثانيا انتجريتد أو تكاملية مندمجة بمعنى أنا أتمتع بالصحة اليوم غدا ربما أشعر بالمرض أشعر بالحمى السعال تعرضت لجائحه كوفيد بالمناسبه منذ اسبوعين ومن ثم الحد بين الصحه والمرض ضعيف جدا الحد بين الصحه البدنيه والنفسيه قليل جدا ربما اعاني ازمات نفسيه بسبب الوضع في حياتي بسبب تحديات تعرضت لها الحدود الفاصله بين الامراض الساريه والامراض غير الساريه ضعيفه جدا يمكن للانسان ان يصاب بكليهما او يصاب بامراض مزمنه وكذلك الحد بين المرض الوخيم والمرض المزمن ومن ثم لابد ان ننظر للصحه والعافيه كشيئين مندمجين متكاملين الاي الثالثه هي الابتكار او innovation الابتكار في السياسات أي فرق متعددة الاختصاصات متصلة بالتكنولوجيا متصلة مع بعضها البعض بشبكة من مقدمي الخدمات والابتكار في التكنولوجيا الرقمية ولقد شهدنا ذلك في جائحة كوفيد أن التكنولوجيا الرقمية فتحت آفاقا جديدة وفصلا جديدا في الصحة وتقديم الخدمة الابتكار في تقديم الخدمة النقطة الأخيرة لماذا نراعي الرعاية الصحية الأولية منذ أربعين عاما أو خمسة وأربعين عاما لماذا؟ لأنها العنصر الموازي الذي يحقق التوازن يحقق التمكين أنت تبني منزلا ربما تبني منزل لنفسك لأسرتك ولأولادك نبدأ بالأساس بالركيزة الأساسية بوضع الأساس وفوق الأساس نبدأ الدور الأول ثم الدور الثاني وهكذا دواليك ولكن كلما قويت الاساس كان المبنى اقوى وكان اجمل هذا الاساس هو الرعايه الصحيه الاوليه ولابد ان يكون راسخا ومتينا لا نستطيع القيام من العكس ان نبدا بالدور الاخير ثم ننزل على الاساس حينما تاتينا الازمه نقول ماذا حدث لاساسياتنا؟ هذا الامر منطقي للغايه وعقلاني ان نفكر فيه على هذا النحو وهذا ما وددت ان اتحدث اليه وأسترى انتباهكم له. اذكرك بالسؤال الخاص اوكي شكرا هي الكورونا طبعا يعني الحمد لله هلا جائحه الكورونا خفت حدتها مع الوقت لعوامل مختلفه. منها اولا زياده المناعه المجتمعيه لانه ناس قسم كبير من الناس صار عندهم بالوقت الحالي يعني اخذوا المرض صار عندهم نوع من المناعه الطبيعيه وطبعا اللي هي كانت الاداه الرئيسيه لزياده المناعه المجتمعيه هي كانت اللقاحات فهلا عده عوامل ادت ل وطبعا مع الوقت يعني هذا الشيء نحن على طول بنشوفه مع كل الاوبئه انه مع الوقت بتزيد اللي بنسميها نحن المناعه المجتمعيه الهيرد اميونيتي آه هلا بالوقت الحالي اذا صار مت هو طبعا تقريبا صار متوطن يعني مثل ما شفتوا بالوقت الحالي نحن عم نعمل على حتى اللقاحات تكون لقاحات مزدوجه اولا للانفلونزا وللكورونا بس كمان اهم طالما ذكرت دكتوره ثريا الانتجريشن هي دمج الكوفيد بيصير جزء من التحصينات الموسميه وجزء من نظام التحصين الوطني وفي كثير من دولنا بالوقت الحالي خلاص عم بت... بتعطي اللقاح بالمراكز الصحيه الاوليه كجزء من ال... يعني interventions ال... او ال... ال... يعني الرعاية الوقائية بشكل عام يعني ممكن هي مش قصة نوع من التعريف إذا صار مستوطن هو طبعا بشكل عملي صار متوطن المرض مثل ما بيصير طبعا هو التطور الطبيعي لكل الأمراض الوبائية بتجي بشكل قوي وبعدين بتصير من ضمن الأمراض المتوطنة في البلد بعتقد الرسالة الأساسية أنه نحن كيف نستمر في الوقاية من, من هذه الأمراض وتقوية الأنظمة عنا بشكل أنه نكون متجهزين لو صار في أي موجة تانية نقدر نحتويها بسرعة كبيرة أنا منى بس حبيت بهذا السياق زيد نقطة واحدة لأنه قلت أكيد دكتور أحمد ممكن يزيد نحن شعارنا لانه هيدا موضوع الشراكه ما ما شددنا عليه نحن الشعار بالاقليم عنا الصحه للجميع ومع الجميع او بالجميع نحن بنعرف انه موضوع التغطيه الصحيه الشامله مش حي نقدر ننجزه الا ما يكون في شراكه من كل طبعا المانحين من اكيد الدول اللي هم الشريك الاساسي للمنظمه والوزارات ولكن الشراكه المجتمعيه إلي تعلمناه بفترة الكوفيد لازم يكون في شراكة مجتمعية علشان الكل يكون له ايد ب يعني ايصالنا للتغطيه الصحيه الشامله اللي نحن بحاجه لها شكرا شكرا دكتوره رنا وهذا بالحقيقه كان محور سؤال تسلمته قبل المؤتمر الصحفي اوجهه الدكتور احمد المنظري قبل ان اعطي الكلمه للقاعه السؤال كان يقول ما هو تصور المنظمه عن الشراكات اللازمه لنجاح النظم الصحيه في تحقيق هدف الصحه للجميع وبالجميع وهل سنشهد شراكات على غرار ما شهدناه في الاستجابة لكوفيد 19 السؤال من أو سؤالان من مي الشافعي الإذاعة المصرية ورونا المصري قناة النيل تفضل دكتور أحمد شكرا جزيلا منى وطبعا يعني مثل ما تفضلت الدكتوره رنا في الاقليم ولله الحمد يعني اقليم غني واقليم ثري يتكون طبعا من 22 دوله يعني لكن خلال السنوات العشر الماضيه يعني تعرض الاقليم ودول الاقليم الى مختلف الازمات منها الصراعات والخلافات السياسيه وكذلك المختلف الكوارث الطبيعيه. الاقليم كان يتميز بانظمه صحيه قويه وخصوصا انظمه صحيه قائمه على يعني نفس المنهج الذي الان نسعى اليه هو التغطيه الصحيه الشامله ورعايه الصحيه الاوليه كانت هي في قلب هذا النظام والدليل انه سابقا يعني قبل هذه الازمات كانت هناك دول في الاقليم يشار اليها بالبنان من حيث نسب تطعيم من حيث انخفاض نسبه الوفيات الامهات خلال الولاده من حيث كذلك التعامل مع مختلف الامراض الناتجه عن التغيرات مثل الملاريا مثل الحمى النزفيه مثل امراض السل ومرض الايدز ونقص المناعه المكتسبه ولكن طبعاً خلال هذه الفترة مرت مختلف الدول بمختلف الأزمات أدت إلى ضعف وهشاشة في أنظمة الصحية من هذا المنطلق يعني طبعاً إحنا كمنظمة صحة عالمية في أقليم شرق المتوسط نسعى من خلال روح ورؤية الأقليم كما تفضلت الدكتورة رنا الصحة للجميع وبالجميع إلى خلق شراكات من أجل تقوية هذه النظام شراكات في المقام الأول طبعاً مع الدول شراكات مع مختلف... الانظمه الصحيه شراكات مع مختلف القطاعات داخل الدوله الواحده شراكات مع الافراد والمجتمعات واشراكهم الاشراك الفاعل وتمكينهم شراكات مع الداعمين الذين يقدمون التمويل المالي فهناك ولله الحمد يعني مختلف انواع الشراكات خلال السنوات الماضيه قمنا بتحقيقها ادت الى عدد من قصص النجاح على سبيل المثال من ضمن قصص النجاح التي يعني ضربت المثل في مختلف الاجتماعات سواء الاقليميه او الدوليه. الصومال طبعا كما هو معروف كانت تعاني من هشاشه في نظامها الصحي ونقص في توفير الكهرباء. وهذا ادى الى يعني عدم امكانيه المرضى الحصول على خدمات صحيه الا في ساعات محدده. ومن ضمنها طبعا التطعيم. ولكن ولله الحمد بعد دراسه مستفيضه وتقويه الشركات مع الداعمين ومع المراكز التقنيه المختصه تم توفير الكهرباء عن طريق منصات أو أشعة الشمس والآن تعمل هذه المراكز بشكل مستمر دون انقطاع هذا مثال بسيط على ما قمنا به من أجل ضمان تعزيز التغطية الصحية الشاملة وسهولة الوصول إلى هذه الخدمات لمختلف الأفراد وهناك الكثير من القصص يعني دكتور عوض دكتور رنا دكتور طبعا متخصصين في هذا المجال فهذه هذه اجابتي من جزاكم الله خير شكرا جزيلا عن دكتور أحمد المنظري، تفضلي كنت طلبت السؤال تفضلي. Hi, اسمي ندى الصاوي، أنا من جريدة في الإمارات العربية المتحدة, كاري correspondent ومراسل هنا في القاهرة. قلت للدكتور عوض مطرية وتحدثت عن بعض الإحصاءات فيما يتعلق بإتاحة التمويل والتغطية الصحية الشاملة ما مدى قرب إقليمنا من تحقيق الهدف؟ هل بحلول 2030؟ هل لديكم نسبة لتحقيق هذا الهدف ببلوغ عام 2030؟ هل لديكم أي أرقام قريبة؟ شكرا شكرا جزيلا على هذا السؤال كما ذكرت وبدون تكرار تعريف التغطية الصحية الشاملة فإن الرصد في حد ذاته تقدم نعتمد على مؤشرين المؤشر الأول نشير إليه على أنه 3.8.1 فيما يتعلق بالتغطية بالخدمات وهو 3.8.2 فيما يتعلق بالحماية المالية آخر رقم وصل إليه بالنسبة لمتوسط إقليمنا فيما يتعلق بالتغطية بالخدمات هو من من من, من صفر إلى مئة هو المتوسط العالمي 68 هذا من ديسمبر 2021 أرقام جديدة اللي سوف تظهر في ديسمبر 2023 إذا نحن في النقطة المنتصفية من صفر إلى مئة أي لو أننا جادين في تحقيق التغطية الصحية الشاملة ونود أن نحقق نقطة المئة على هذا الميزان نحتاج إلى أن نسرع ونعجل من مجهوداتنا ونكثفها لإتاحة الوصول للخدمات كما ذكرت وهذه معلومات لم تنشر بعد أننا نشعر وان هناك مؤشر ان هناك تراجع في التقدم فيما يتعلق باتاحه الخدمات، فيما يتعلق بالحمايه الماليه فالوضع ليس على ما يرام، واحد من ثمانيه اشخاص في الاقليم يواجه دوائق ماليه ويصرف اكثر من 10% من نفقاته او من جيبه الشخصي عندما يكون مريضا وعندما يطلب الخدمه الصحيه، هذا رقم غير الموضوع. ليس في القرن الحادي والعشرين وليس فيما يتعلق بحقوق الإنسان وليس فيما يتعلق بإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما قالت الدكتورة ثريا وعليه هذا هذه الحرب لم نخسرها بعد نستطيع أن نبلي بلاء حسنا ولدينا فرصة الآن من خلال الجائحة في أن نستثمر في الصحة بشكل أكبر إن إقليمنا يمثل حوالي تسعة من سكان العالم حوالي 600 أو 700 مليون شخص وإجمالي عدد السكان في العالم به 8 مليار وفقا لنوفمبر من العام الماضي، اذا فنحن نشكل حوالي 9% من سكان العالم ولكن ننفق اقل من اقل من 2% مما ينفقه العالم بشان الصحه، 9% تنفق اقل من 2% ولدي دكتور صبري استاذي والذي قام بكل هذه الاحصاءات وعليه لو نود ان نحسن الوضع ونود ان ننفق اكثر الانفاق ينبغي ان يتاتى من الموارد العامه من مخصصات الحكومه وكذا من تحويلات الى القطاع الصحي كل ما نطلق عليه برنامج تامين صحي اجباري وما شابه ذلك نحتاج الى الاستثمار بشكل اكبر في الصحه ولدينا الحجه انه بدون الصحه لن يحدث اي شيء الكل او كل شيء يمكن ان يتعرض للخطر ثلاثتنا كنا في اجتماع في جنيف وطلعنا الخمس سنوات المقبلة فيما يتعلق بالتعامل مع الأولويات العالمية الخمس كانت هناك جلسة مع أحد الاقتصاديين الكبار والذي أدار لجنة لمنظمة الصحة العالمية في 2021 فيما يتعلق بالاقتصادات الكلية للصحة نفس الرسائل هي نفس الرسائل حتى الآن ونحن نقدم خيارات ونقدم بدائل للحكومات كي تستثمر بشكل أكبر في الصحة كما قال المدير الإقليمي فإن رسالتنا إن أجندتنا خطتنا الصحة للجميع وبالجميع بما في ذلك العمل مع وزارات المالية العمل مع كل الجهات لكي نأتي بالمزيد من الأموال الصحة هذه هي المهمة التي نعمل عليها في الفترة المقبلة عبد الرحمن هاشم موقع العالم اليوم نيوز بالنسبة ليوم التغطية أو التغطية الصحية الشاملة شهد تراجع كثير جدا بالنسبة للأوبئة والظروف والحروب ايضا بالنسبة للحرب الروسية الاوكرانية المانحين هل يوجد تراجع لدى المانحين في هذا الشأن؟ وما الخطة لو في تراجع او تردد ما الخطة لعودة هؤلاء المانحين وجذبهم مرة اخرى؟ وبهذا الخصوص ايضا هل يعني تقبل المنظمة شراكات رجال الاعمال الاغنياء وهم كثر في منطقة الشرق الشرق المتوسط؟ هل تقبل يعني منح من هؤلاء رجال الاعمال؟ شكرا. من يرغب في الاجابه عن هذا السؤال؟ امين طبعا الحرب حرب روسيا اوكرانيا اكيد اثرت على يعني قابليه المانحين الاوروبيين بالذات ب والدول الأوروبية هي من الدول المانحة خاصة للمنطقة عنا يعني من الدول التي تعطي بكرم. للمنطقة وكانت عم تدعم عدة قطاعات إن كان قطاع الأنظمة الصحية أو كمان قطاعات التحضير ضد الطوارئ ونحن نحن ابتدينا نشوف طبعا بعض التأثير لأنه هيدا الشيء منتظر وفي عندهم أوليات تانية محلية وأقليمية بالنسبة لأوروبا ولكن مثل ما ذكرنا قبل نحن كمان بنعتمد على مانحين من غير من غير دول ونحن كمان ممكن نعتمد على المانحين عنا بالمنطقة لأنه نحن منطقة غنية بشكل عام مثل ما ذكر دكتور أحمد مديري و... وكمان عندنا شراكات كثير في المنطقه ومع البنوك الدوليه كان البنك الاسلامي ولا غيرهم اللي هن كمان من المانحين الاساسيين للمنطقه وممكن الدعم يتحول يعني حسب الاحتياجات ولكن كمان انا بحب اذكر بهيدا السياق انه اهميه تقويه الانظمه الاقليميه بشكل انه نكون اقل اعتمادا على ال الانظمه الخارجيه يعني مثلا بحب اذكر الشغل اللي عملناه اخر فتره على موضوع تقويه انتاج اللقاحات في المنطقه عنا برودكشن نحن قبل قبل الجائحه بالزمان كان يبقى عندنا بعض القدره على انتاج اللقاحات ولكن مع الوقت خفت بشكل ملحوظ ولكن فتره الجائحات تنبهنا لهذا الموضوع وبالوقت الحالي في عندنا دول عده دول بذكر منها مصر طبعا من الدول اللي فعلا عطت دعم كبير وزخم لانتاج اللقاحات والادويه بشكل عام وهيدا كمان شيء مهم جدا للمنطقه ليصير في عندنا نوع من الاعتماد والاكتفاء الذاتي او علي الاقل الاقليمي حتى نقدر نامن احتياجاتنا بالاضافه طبعا لمساعده المانحين الاقليميين بالنسبه للقطاع الخاص مثل ما ذكرت حضرتك نحن يعني في عنا بعض طبعا نحن ممكن ناخذ من القطاع الخاص ولكن عنا بعض الشروط لانه نحن كمنظمه عالميه عنا يعني بهمنا يكون في عنا نوع من الحياديه يلي هي بتضمن طبعا بتضمن نزاهه العمل وبتضمن عدم تحيز لاي او عدم ترويج لاي نوع من المصالح الخاصه بقى طبعا في يعني تعاون بين المنظمه وال مانحين الخاصين ولكن مع مع شروط اساسيه اللي هي بتضمن الاسكس يعني اخلاقيات التعامل بالقطاع العام شكرا شكرا دكتوره رنا دكتور عوض يعني طبعا في اسئله كانت على على الانفاق وعلى النقود والاقتصاد يعني سوري اوكي تفضلي ممكن اجاوب عليهم مع بعض رشا جوهر المركز الاعلامي لوزاره الصحه الاورال هيلث والدنتال كيرز وال يعني من أكتر الامراض اللي بيتصرف عليها فلوس ولكن عشان نوصل للخدمات دي بيبقى في تحدي اقتصادي فالمنظمه بتنصح الدول ببعض الاجراءات اللي ممكن الدول تعملها كسكريننج او الاولويات بحطها ايه في موضوع الاورال هيلث والاهتمام بصحه الفم والاسنان وهو من الامراض الاكثر عبئا طبقا لتقرير منظمه الصحه العالميه 2019 شكراً, شكرا شكرا جزيلا على السؤال حاول اربطه مع الانفاق كنت احكي اول شيء عن الانفاق من ناحيه من ناحيه اقتصاديه الاسبوع الماضي يوم الاربعاء اصدرنا التقرير حول الانفاق العالمي على على الصحه وهو تقرير نصدره بشكل بشكل سنوي وحاليا نصدره مع اليوم العالمي للتغطيه الصحيه الشامله والتقرير بين بيانات جديده وكانت نحن عندنا عاده سنتين مرجعيتين نرجع سنتين للخلف عشان نقدر نقدر هذه الانفاقات فاول تقرير بيعطينا انفاقات خلال الجائحه وبيّن انه العالم انفق في سنه 2020 9 تريليون دولار على الصحة تريليون 12 صفر قدامها هو مبلغ كبير جدا أربطه مع السؤال على المانحين ودور دور المانحين من ضمن 9 تريليون 5.7 تريليون أجوا من الحكومات 5.7 تريليون و3.3 تريليون أجوا من الإنفاق الخاص يعني من الأفراد الإنفاق المباشر أو التأمينات الخاصة وغير ذلك النسبة أو المبلغ اللي جاء أجا من المانحين لا يتعدى 17 مليار من التسعة تريليون سبعة مليار اللي هو يقدر نسبيا فاصلة سبعة بالمية من الانفاق فبذكر هاي الأرقام عشان أقول إنه الصحة بما إنها حق التمويل الأسلم والأفضل والمطلوب للصحة يجب أن يأتي من العوائد العامة للدولة يجب أن يأتي من الاقتصاد الخاص من, من, داخل, من داخل الدولة المانحين لهم دور أن يلعبوا ويلعبوا في الدول ذات الدخل المنخفض، الدول التي تعاني من الجوائح، عندنا في اقليمنا اقليمنا للاسف في عده دول نتكلم عن اليمن، عن الصومال، عن افغانستان، هون في دول للمانحين، لكن في دول زي د... معظم دول الاقليم سواء الدخل المتوسط المنخفض المتوسط العالي او الدول العالي ال... الانفاق الاساسي على الصحه يجب ان ياتي من ميزانيات الحكومات. وهون بيجي الحوار مع الحكومات لتخصيص مبالغ اكبر ل... 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 للقطاع الصحي طبعا السؤال بالنسبه لصحه الفم والأورال هيلث احنا بنطلع عليه من وجهه نظر تحديد سله الخدمات اللي كل شخص يجب ان يحصل عليها واللي هو بنقول عليه هو الخطوه الاولى في صياغه استراتيجيه للتغطيه الصحيه الشامله انا تطرقت لاعلان صلاله شهر 9 2018 تم تم اصداره الخطوه الاولى في اعلان صلاله انه نحدد سله الخدمات لجميع الافراد المجتمع يستطيعوا ان يحصلوا عليها وتكون بي... 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 ليس فقط خدمه تشترى ولكن هي حق لكل لكل فرد هلا بنشتغل مع الدول على على تحديد ماذا ماذا تشمل سله الخدمات هذه وزي ما ذكر الدكتور رنا في السابق قلنا احنا بنقول في سله الخدمات يجب ان يكون هنالك خدمات ترويجيه خدمات وقائيه خدمات علاجيه خدمات استشفائيه وخدمات تلطيفيه فمن خمس مستويات والاورال هيلث بيجي موت بيتقاطع مع مع جميع هذه الخدمات واللي هو له على اباء كبير في تقرير جدي حديث تم اصداره حول هذا الموضوع لانه امر يتم تلاشيه او اهماله بشكل بشكل كبير فهو مهم جدا ولكن ليس اكثر اهميه من امور اخرى ايضا فالخطوه الاسلوب الاسلم انه نحدد هذه الاولويات على اساس شفاف على اساس معايير يتم الاتفاق عليها نقول هذه هي سله الخدمات وبالتالي نقوم بتحديد نظام التمويلي نظام تقديم الخدمات الموارد البشريه التقنيه الحوكمه اللي ما ذكرناهاش كثير في حوارنا اللازمه لوصول جميع الافراد لهذه لهذه الخدمات شكرا دكتور... شكرا دكتورة سريع هل ترغبين في التعقيب؟ Yes thank you thank you very much My... I want to touch base on two things one is partnership شكرا جزيلا اريد التطرق الى نقطتي اولها الشراكه دكتور تدرس منذ عده اسابيع اعلن ان الصحه لا تحدث في المستشفيات او في العيادات الطبيه ولكن الصحه تتاتى في المدارس في الشوارع في الاسواق في المجتمعات على الطرق وإلى آخره، وهذا الأمر مهم جدا لأن معظم الصحة تحدث خارج القطاع الصحي، ومن ثم فإن الشراكة مع القطاعات الأخرى، الشركاء الآخرين، بما في ذلك المنظمات الأممية الأخرى، أصبح لها أهمية كبيرة، وضمن آلية الشراكة وهي جزء من خطة العمل العالمية الهدف الثالث لأهداف التنمية المستدامة وهناك الهدف الذي يجمع 13 منظمة إنسانية وتنموية بما في ذلك يونسا في البنك الدولي منظمة الصحة العالمية الصندوق العالمية وغيره من المنظمات وبرنامج الغذاء العالمي إلى آخره أردت أن أذكر ذلك لأن هذا الإقليم قد طور جدا خطه العمل العالميه والهدف الثالث من اهداف التنميه المستدامه، اما فيما يتعلق بالاستثمارات الخاصه، اقول ان كانت الاستثمارات قليله ام كبيره محليه او دوليه في مجال الربط البيني في الطرق البناء التحتيه، امدادات المياه الكهرباء تلعب دورا مهما للغاية منظمة الصحة العالمية أطلقت تقريرا مؤخرا بالتعاون مع اليونيسف يقول أن نصف العالم مرافق العالم لا تتمتع بخدمات المياه والإصحاح ومن ثم تلك الاستثمارات يمكن أن تخرج خارج القطاع الصحي من قبل شركاء من القطاع الخاص بما في ذلك البنوك الاستثمارية خاصة نحن نتحدث عن تكنولوجيات الرقمية البصريات الخدمات والربط والربط الكهربائي والإنترنت لها مكلفة للغاية تعتبر مكلفة للغاية ومن ثم فإن لها دور كبير في هذا القطاع أحمد محمود مجلة التبليغ الخاص والموقع الصحفي كيف تصل التغطية الصحية الشاملة في للشعوب والدول التي تعاني من حروب وصراعات أيديولوجية وسياسية على سبيل المثال في اليمن في سوريا في بعض مناطق الأراضي الفلسطينية وغيرها من الدول وهل يمكن هل يمكن أن يشارك القطاع الخاص في تنفيذ آلية هذه الخدمات بعيدا عن التبرع والدعم شكرا <applause> نعم شكرا شكرا جزيلا طبعا في تعريفنا التغطيه الصحيه الشامله اول كلمه هي جميع بنقول جميع الافراد وجميع المجتمعات وجميع تعني الدول ذات الدخل المرتفع، المنخفض، المتوسط، الدول التي تعاني من الحروب، من من الازمات، دول تحت الاحتلال زي ما ذكرت حضرتك حضرتك فلسطين، فاحنا في جميع هذه الدول نرغب ويجب ان كل الافراد يحصلوا على الخدمات، الخدمات الصحيه. نحن نعلم أن الحكومات لديها تحديات كبيره وخصوصا في الاوضاع في الدول اللي تعاني من الصراعات ومن النزاع ومن الاحتلال وغير ذلك. ومن هنا انه دور جميع الافراد وجميع الشركاء يجب ان يلعبوا معا دور متكامل لتعزيز الوصول للتغطيه الصحيه الشامله. القطاع الخاص قطاع فعال. احنا ما بنقدر نغمض عنا عينينا عن القطاع الخاص لانه هو موجود ويعمل ويقدم يقدم خدمات. منهجيتنا واستراتيجيتنا للعمل مع القطاع الخاص هو ان ندمج القطاع الخاص ضمن السياسه الحكوميه العامه. بحيث انه القطاع الخاص يصبح شريك في صياغه الاستراتيجيات وشريك في وضع السياسات ووضع الاستراتيجيات للقطاع الصحي وبنفس الوقت يقوم بتق... 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 بتقديم هذه هذه الخدمات، لكنه يقوم بتقديمها ضمن اطار عام، ضمن اطار يعني انه الهدف مضبوط القطاع الخاص هدفه الربحي الربحي و... ولا يوجد عيب في ذلك يعني هو موجود من, من اجل من اجل الربح. لكن نرغب انه يكون هذا الربح بشكل معقول وانه اي نشاط يقوم به يكون ضمن استراتيجيه عامه للدوله. في سنه 2018 كان في عنا اعلان او من تقرير في اللجنه الاقليميه لمنظمه الصحه العالم العالميه لاقليمنا كان في ورقه عمليه تقنيه تم تقديمها لوزراء الصحه في الاقليم وتم هنالك اعلان وقرار طلع من من اللجنه الاقليميه لاشراك القطاع الخاص ضمن السياسات العامه وحطينا اساسيات وشروط لهذا 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 الاشبال في ثلاث برامج بنشتغل عليها على القطاع الخاص وزميلي الدكتور حسن صلاح اللي بنظم اللقاء تبعنا للايام الخمسه القادمه هو المسؤول عن هذا البرنامج نتكلم عن تنظيم القطاع الخاص نتكلم عن جمع بيانات ومعلومات عن القطاع الخاص احنا في كثير شغلات ما بنعرفها ايش اللي بيصير بالقطاع الخاص تجميع البيانات تقييمه تحليله تحليله وتقييمه وتنظيمه والنقطة وت... الثالثة اللي هي الشراكة اللي هو زي نحكي على شراكة الـ Public Private Partnership والأمور المختلفة لإدماج القطاع الخاص فإحنا ندمجه تحت عين القطاع العام تحت عين الحكومة بحيث أنه يقدم الخدمة اللي فيها الهدف الأفضل للأفراد وللمجتمع ولل... شكرا آه، تفضلت يس هيدا بس لانه الموضوع مهم جدا بس نقطتين سريعين بالنسبة للحصول على الخدمات الأساسية بالطوارئ هذا كمان من الأوليات عنا واللي طبعاً تعلمناه بفترة الجائحة أنه هي مش بس أثرت يعني على الـ الـ يعني بس كانت الصحة التنفسية ولكن أثرت على كل الخدمات الصحية الأساسية so كان في تراجع بكيفية أو يعني موضوع الحصول على الخدمات الصحية الأساسية زي اللقاحات زي الخدمات الأساسية مثل العناية بالأم والطفل وغيرها وهذا موضوع مهم جدا أنه ننتبه له لما بيكون في عنا طوارئ أنه ما تأثر على استمرارية الخدمات الصحية الأساسية وكمان بس بحب أقول مثل ما ذكر قبل دكتور عوض أنه كل نحن بنشتغل على عدة سلة مثلا من الخدمات أو باقات بنسميها باقة من الخدمات وطبعا في باقة يلي هي بتكون المينيموم يعني أقل عدد ممكن من الخدمات الأساسية اللي لازم تتوفر حتى لو كان في عنا طوارئ حتى مثلا مخيمات اللاجئين حتى كل لازم يكون في باقه من الخدمات الاساسيه لازم تكون ضروريه باي وقت ممكن ان كان طوارئ ولا الاوضاع السلميه ويعني على موضوع القطاع الخاص مثلا انا بحب اذكر لانه القطاع الخاص عم بتزيد اهميته يوميا عنا بالمنطقه بس ليه كمان مهم نحن نرتكز على قطاع عام متكامل مثلا مثل ما حصل بلبنان لبنان كان من الدول عنا بالمنطقه يلي القطاع الخاص هو كان من اقوى القطاعات ولكن على طول كان في شراكه مع القطاع العام وهلا اخر فتره بظل الازمه الاقتصاديه الكبيره اللي لبنان عم بمر فيها الاعتماد على القطاع العام تزايد بشكل بشكل كبير بقى علشان هيك لازم يكون ما فينا نعتمد حتى بالدول اللي فيها كان قطاع خاص قوي جدا لازم يكون كمان نعمل نحن كمؤسسات دوليه وكوزارات وغيرها نعمل على طول على تقويه الانظمه القطاع العام بالاضافه للشراكه مع القطاع الخاص شكرا شكرا جزيلا دكتوره رنا واعتذر للزملاء الذين رغبوا في طرح اسئله لان الوقت دهمنا بالفعل ولم يتبقى امل امل مصر على طرح السؤال تفضل يا يعني. نعمل على اليوم السابع أنا عايزة أسأل بس سؤال أخير المبادرات الرئاسية المصرية هل كان لها دور في تحقيق أو تقديم الخدمات الصحية لقطاع كبير كان محروم من الخدمات الصحية وخصوصا خلال جائحة كورونا شكرا أمل بسمحي لي أوجه السؤال لدكتور أحمد المنظري للإجابة عليه تفضل دكتور أحمد شكرا منى وشكرا أختي أمل على هذا السؤال طبعا ولله الحمد منذ سنوات يعني هناك عدد من عدد من المبادرات الرئاسيه التي تقدمت بها مصر من اجل ضمان حصول جميع افراد الشعب المصري والمقيمين كذلك يعني على خدمات صحيه حسب الاحتياجات وكما ذكرت الدكتوره ثريا يعني الصحيه الشامله بمعناها هي تشمل يعني جميع الافراد في المجتمع مختلف الاعمار على الرغم او يعني من دون ان يكون هناك حدود للحصول على خدمات الصحيه من حيث مستواهم الاجتماعي او الاقتصادي او موقعهم الجغرافي فهناك مبادرات على سبيل المثال مئة مليون صحه والتي تستهدف الامراض الغير الساريه لمختلف الاعمار وبالاخص يعني سن الشباب فما فوق هناك كذلك مبادره فخامه الرئيس حول القضاء على فيروس الكبد الوباء النوع سي والذي حققت من خلاله مصر ولله الحمد نجاح كبير جعلتها او نقلتها من الدول الاكثر شيوعا في حص في في نسب هابتايتس سي الى الدول الاكثر نجاحا في القضاء على هذا المرض. هناك مبادره كذلك اخرى وهي مبادره التامين الصحي وهي تصب في قلب التغطيه الصحيه الشامله، هناك مبادره اخرى اتذكر وهي مبادره توفير خدمات للاطفال الذين يعانون من نقص في النظر على سبيل المثال. فهذه امثله والتي بلا شك ستخدم روح التغطيه الصحيه الشامله وروح هذا النهج الذي نسعى جميعا الى الوصول اليه باذن الله. شكرا منى. شكرا دكتور احمد وربما لدينا دقيقتين لكي نستمع الى اهم رسائلك في ختام هذا المؤتمر الصحفي. جزاك الله خير منا وشكرا جزيلا اخواني واخواتي على المشاركه في هذه الاحاطه، كذلك شكرا جزيلا الدكتور ثريا على الانضمام الى الاقليم ومشاركتنا هذه الاحاطه الدكتوره رنا والدكتور عوض. طبعا الرسائل الاساسيه من خلف هذا الاجتماع هو الصحيه الشامله. كما سمعتم يعني إخواني وأخواتي تأتي ضمن نهج شمولي وضعته طبعا منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الدول الأعضاء والهيئات الأممية والداعمين من أجل تقوية النظم الصحية في مختلف دول العالم وجعلها قادرة على النهوض بمهامها على أكمل وجه تشمل جميع الأفراد كما ذكرنا سابقا بمختلف الأعمار والمستويات الاجتماعية والاقتصادية وأماكن تواجدهم هذا النهج طبعا يشمل جميع البلدان وبالأخص كما تفضلتم في اسئلتكم يعني الدول التي تعاني من شح في الموارد الماديه والتقنيه وكذلك الدول التي تعاني من الازمات سواء الناتجه عن الحروب والقلاقل السياسيه او الكوارث الطبيعيه. من اجل تفادي وضع السك... السكان تحت ضائقه ماليه يعني من اجل الحصول على هذه الخدمات والدكتور عوض ذكر لكم بلغه الارقام ما نسعى اليه من خلال هذا النهج. طبعا كما ذكر زملائي قال احد كوبر 19 اثبتت لنا جميعا بغض النظر عن الدوله وقوه النظام الصحي سواء الماديه او التقنيه حجم الضعف في انظمتنا الصحيه وباعتراف كل الدول وباعتراف الخبراء والمختصين والمحللين وادى ذلك الى يعني ظهور واضح وجلي لاهميه نهج التغطيه الصحيه الشامله. والذي يسعى الى تقويه النظم الصحيه وبالاخص الرعايه الصحيه الاوليه والتي في قلب هذا النهج. داخل هذا النهج طبعا هو الاشراك الفاعل وتقويه دور المجتمعات والافراد في الحفاظ على الصحه والعافيه بينهم من حيث اتباع انماط صحيه سليمه ولكن كذلك من حيث المشاركه في الافكار وهناك عدد من الدول بدات فعلا ب بال... يعني الوصول الى الافراد والمجتمعات من اجل الحصول على مختلف الافكار ولدينا مثال يعني في في الاقليم وهو المنهج الذي اتبعته تونس منذ سنوات في مشا في مشا في في المشاركه المجتمعيه من اجل خلق نظام صحي شامل قوي يمكن الجميع من الحصول على الخدمات المختلفه. هناك هناك عذرا هناك ولله الحمد رغبه اكيده من جميع الدول والمنظمات والتي وفرت الادوات الفنيه لذلك وكذلك التمويل المالي كما ذكرنا في دول تعاني من الازمات والطوارئ في الصومال، في اليمن، في سوريا، في افغانستان ولكن علينا تحويل كذلك يعني كما يقال الاقوال التي دائما يعني نذكرها من حيث هذا العمل الى افعال يعني وتطبيق ما يتفق عليه من ارض الواقع. كما ذكرت هناك تجارب ناجحه في الاقليم شاركنا فيها مختلف دول العالم يعني خارج الاقليم من خلال مختلف المنصات. الصومال مثال سوريا واليمن كذلك ولله هناك قصص نجاح يعني لا يتيح المجال للرام فلذلك نحن مستمرون يعني في الابداع واستقطاب الافكار الخلاقه يعني من ايادي والتغلب على التحديات التي نواجهها. في الختام يعني هنا هذه رسالتي للدول لا خص ولا الدول في الاقليم واصحاب القرار في النظم الصحيه. الوقت يجري بسرعه ولدينا أهداف تنموية عشرين ثلاثين لدينا أهداف تنموية عشرين فإن لم نستغل الوقت ونستغل الموارد المادية المتاحة ونضيف عليها ونستغل الأفكار والمقدرات التقنية للمنظمة والمنظمات الامميه الأخرى والأنظمة الصحية في الدول آه، سوف نفقد الفرصة يعني وسوف يكلفنا هذا الكثير إذا هذا العمل يكلفنا الآن بلغة الأرقام ألف دولار العمل عليه العام القادم او او الذي يليق قد يكلفنا مئة ألف دولار. فهذه رسالتي للجميع علينا ان نقوم فعلا الان باقوى مستوى من التطبيق لما يتم تداوله خلال مختلف اللقاءات يعني ونسعى يعني من خلال التشاور مع الوزراء والتواصل مع الوزراء كمنظمه صحه عالميه ليس فقط اقليم شرق المتوسط ولكن المكتب الرئيسي في جنيف والمكاتب القطريه الى الاستمرار باذن الله في تطبيق مختلف النهج الخاصه بتغطيه الصحيه الشامله. جزاكم الله خير جميعا شكرا جزيلا شكرا شكرا جزيلا دكتور احمد المنطري وشكرا دكتوره سوريا دكتوره رنا دكتور عوض وشكرا لكم اعزائي الاعلاميين على وجودكم معنا وحتى نلتقي في مؤتمر صحفيين اخر دمتم سالمين